موسم رائع جدا الموسم الماضي مع امبي. امبي يمكن بشكل عام ما كانش بيمر بافضل ظروف ممكنه، يعني مش امبي السنوات الماضيه الكبيره اللي واحد من الانديه الكبيره في الدوري الممتاز، رغم كده كنت متالق للغايه واصبحت ورقه زي ما قلت في المقدمه من الاوراق اللي موجوده في سوق الانتقالات، الناس كلها عايزه او كل الانديه تتهافت على عبد العزيز الطلاوتي. سر المستوى العظيم دوت الموسم؟ والله الحمد لله، يعني بنشتغل وبنتعب والكابتن خالد بيشتغل معانا، وطبعا محمود جون كبير وانا طبعا بنشتغل احنا الاثنين، فاحنا الاثنين يعني ده انا هلعب هو هيلعب، فاحنا مخلين الدنيا كويسه. محمود هيلعب انا قريب منه فهو عايز يبقى كويس عشان انا ما العبش واخد مكانه والعكس، فده اللي كان مخلي في حاله ان احنا كويسين، والحمد لله شلنا الفرقه في اوقات كتير واوقات صعبه وعدينا بالفرقه لبر الامان الموسم اللي فات. يعني عاده لما يبقى في فريق فيه اثنين حراس مرمى كبار ما نكذبش عليك، يعني خلينا صراحه يبقى في زعل في مشاكل، بس حارس واحد اللي بيلعب، في اثنين مهاجمين ممكن يلعبوا، في اثنين جناحات ممكن يلعبوا، لكن هو حارس مرمى اللي ممكن يلعب، فبيبقى في زعل خاصه لو الاثنين متالقين جدا. هل ده حصل بينك وبين محمود جت في اي لحظه؟ لا خالص والله، يعني اللي بيلعب انا او هو بنتمنى لبعض الخير، لان طبعا هيبقى في وقت انا هلعب وهو قاعد، هو هيلعب وانا قاعد، فلازم نتمنى لبعض الخير عشان ربنا يوفقنا ويكرمنا ونشيل النادي. قلت لي ان انت كنت من قطاع ناشئين النادي الاهلي، خرجت من النادي الاهلي ليه؟ احنا انا مواليد 94، فكان السن ده اتلغى، كان جيل كنت انا وكهربا وتريزيجيه ودابو، فالسن ده اتلغى ورحنا مجموعه كبيره لإنبي، كنا حوالي 10 لعيبه، كنت انا انا وكهربا ودابو محمد بهاء، كان سامي اباظه صبري، لا كنا كتير مجموعه كبيره يعني. رحنا وكملنا بقى في إنبي وعملنا حاجات، لا كنا جامدين قوي بصراحه في لما رحنا إنبي يعني. طبعا بتكسبوا الاهلي بقى ساعتها؟ ما كانش فيه اهلي بقى، ما كانش فيه اصلا خلاص الاهلي بقى. لما الناس اللي اتبقى كان تريزيجيه من ضمنهم، اتبقى لعب في السن اللي هو 93 الاكبر، واحنا بعد كده برضو ضمينا مع لما رحنا ايه بعدنا سنتين او ثلاثه نلعب في السن بتاعنا، وبعد كده ضمينا على السن الاكبر بتاعنا 93. طب واحد من قطاع ناشئين النادي الاهلي يعني واهلاوي، يعني اكيد انا بدات بولاد مش اهلاوي اصلا. انا امباوي امباوي. طب